تبارك الله ما شاء الله يا جميل تبارك الله Thank you.
مبقاش فيرمي فيرمي تنساري لكم
I
كاين اللي ذاك تمام خذ عندك شكون جاي الدنيا جات متصدعين الظاهر كيبقى تصاوير كره غير مكرزه انا غنصاوب غادي نبدا نصاوب فيها اي هيك صح ها شديت نشوف نشوف توصل ساعة ونص غنحبسها أه؟ ساعة ونص غتكمل ساعة ونص و 30 دقيقة واش ندير تسجل؟ و تجيبها هدرة شو؟ تجيبها هدرة بلا هدرة أنا باغي نسجل فيديو طويل بلا هدرة راه صغير خاص فينا كي قالوا وعيني سامعني
الزمان ما يلعونش دائما كلهم نفس مأكولات هذه الخلطة السحرية الباطي اللوز القرقاع هما مع البريد ماكس اللوز القرقاع والبريد ماكس وصفة ما شاء الله دائما تعطيك إنتاج جميل جدا كل العصافير تأكل هذه الخلطة وعدم الحبار السيبيا يموتون على السيبيا واللي بغى شي وليد ولا شي كوبلا شنو البرق موجود واجده مرحبا تبارك الله راه كل شي واجد الاناث وذكور شي حاجه طوب الله يبارك اللي بغى شي حاجه الثمن زوين ثمن الكوبلا عندي الريمبو شنابر كوبلا ب 100 درهم اللي بغيت ولا مرحبا او كوبلا عاديه 80 درهم وني شي حاجه ما شاء الله